معكم محمد مرابات على MFM سبور. وصراحة قرر ديال استئناف في البطولة ملي شفنا فراقي بزاف ديال الأوروب رجعوا للتدريب، كان عندنا واحد الطموح باش تحنا نرجعوا واحد 80 ولا 90% باش نرجعوا للتدريب مع الفريق. الحمد لله هادشي وقع دابا قبل شي شهر، وإن شاء الله غادي نبداو تحنا البطولة بكل جاهزية إن شاء الله. أول تجربة دوزتها مع فريق أولمبيك أسفي من مدة دابا شي 5 سنين بحال هكاك. صراحة هاد الإحساس ما عمرني ما حسيته مع الفريق أول مرة، وكنت كنتمنى باش نمشو النهائي، حيتاش هاد الكأس هذا بسمية جلالة محمد السادس، وما كرهناش نمشو الفينال، ما كتبش إن شاء الله لما لا يعاودوها إن شاء الله. كانوا شي فرق في السعودية، مثلا كانت جاتني الأبها السعودي والوفاق، كانت واحد سمية أخرى بلا ما نقولها، حتى ما نقدرش نقولها، وجوني فراقي في المغرب عادي اختاريت المحمدية. قرار لي تغيير أجواء من أولمبيك أسفي، وخا هكاك أنا كنحترم الجمهور ديالي اللي شجعني منذ كنت عندي 16 عام لحد الآن، عندهم واحد الثقل بزاف عليا. ما كرهتش ما نغيرش، ولكن ضروري خاصني نغير الواجهه باش انا نلعب على الالقاب، نلعب على بزاف الحوايج. ان شاء الله لما لا نمشيو ونرجعوا ثاني للفريق الام ان شاء الله. انا عندي ثلاثه العروض، اول عرض عندي هو شباب محمديه، ثاني عرض هو الوداد البيضاوي، ثالث عرض هو الرجاء. كان الرجاء البيضاوي ما كانش عرض رسمي، الرجاء البيضاوي كان عيط ليا الكوتش ديالهم هو جمال السلامي، كان دوا معايا في رمضان، قال لي باغي انك وهذا، ولكن ما كانش التواصل بينهم وبين الفريق. اما الوداد وشباب محمديه، شباب محمديه عامين هو دابا هو كيدوي معايا هشام اتمنى، واللي جات زعمني دابا عندهم احسن بروجي اللي بالنسبه لي انا هو اللي عاد شباب محمدية، داك الشيء علاش اختاريت انا شباب محمدية. عنده بزاف د الحوايج، اهم حاجه هي الصعود للدوري الاحترافي، وان شاء الله العام الجاي غادي يكون كينافس الرجاء والوداد على البطوله ان شاء الله. اي لاعب مغربي كيتمنى يحترف الخارج او الاوروب، لما لا ان شاء الله نقدر نلعب عام، نقدر نلعب 6 شهور ولا 4 شهور تلقيني في الاوروب ان شاء الله. لا الماديات ما كانش عندها شي دور كبير، حيتاش عارف البروجي ديالي سبورتيف فين يوصل، داك الشيء علاش مشيت شباب محمدية. اما الماديات عادي، الماديات راه كاينين حتى في اسفي الا بغيتو. شباب محمدية راه انا نعطيك واحد 90 حتى 95% غادي يطلع، حيتاش الفريق اللي عندهم لحد الان هما احسن فريق في الدوزيام سيري، ومعاهم سي امين بن هاشم اللي لعب تما دابا عامين متابع، عارفه مزيان وعارف طريقة الخدمة ديالو. انا اللي كنقول لهم الله يستر لهم ان شاء الله باش يطلعوا للبريمير سيري ان شاء الله. كاينة مغامرة، ولكن ما هادشي اللي عايشينه في المغرب عادي، تقدر هاد المغامرة تقدر تكون شي حاجة أخرى، عاوتاني الاسم محمد مرابط تقدر يدير سمية أخرى في شباب محمدية، لما لا تقدر من تما نمشي نحترف إن شاء الله. نشكركم بزاف على الدعم ديالكم منذ البداية، وان شاء الله محمد مرابط ما عمره ما غادي يخيب الظن ديالكم، ان شاء الله لما لا غادي يرجع محمد مرابط شي عام، وغادي ندو شي لقب مجموعين ان شاء الله. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال MFM سبور.